بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع قف إنه إمام نمن يوذو ما لها أي واجب كنقون يساوى أفر الذي كيلزم لازمي أي لازمي سفيه دحري سنية الإمامة إمام نمو نيل نيودا أربع نفروي أفر شير إن إمام نمو نيودو أي لازمي سه الجمعة وصلاة جمعة والمعادة وصلاة معادة إلى السوء علينا يو والمنذورة ومنذورة صلاة النذر كاللغو قلي جماعة جماعة نمو لبنى اللوغو النذري والمتقدمة والتا متقدمة اي سوهر مرتي في المطار مدر كالحديثة اما والمقدمة تلا سوهر مريي في المطار مدر كالحديثة فصل شروط القدوة كضايا شضا شروطه ومركا ضرن يسمى مومبانا هاي وامام كاسا اتوكينا يا شروط القدوة قدوة إياكو ضياشادة شروده إيقو أحد عشر واكوب يطبن شرطي ألا يعلم وإنون أغين بطلان صلاة إمامه إمامك سسلادي سباطل إناي تهي بحدث حدثنا أي باطل كتهي أو غيره أما حدث غيرك وشرطه كوبال وألا يعتقد وإنون عقيدين وجوب قضائها قلين تيدو واجب نيتاي عليه كتكن يا اي واجب كتهاي والا يكون وانون اهين ماموما مد ماموم او امام كلاسيله ولا اميا امين يون النقنن ان فاتح هذا قرنين والا يتقدم عليه يون امامك كهر مرن في الموقف حق جوكسيكا وان يعلم وانو اغادو انتقالات امامه إمام كيسة غورغوريدا أو غورغوريانا وإنو أغادو وأن يجتمع وإن يكو كلمان إمامك إيما أمومك في مسجد مساجد وإن يكو كلمان أو في 300 ذراع أما صدح بقل أو حصل تقريبا أغدوانش وإن يكو كلمان وأن ينوي وإنو نيودو القدوة كضيش وإنو نيودو أو الجماعة أما جمع وإنو نيودو وأن يتوافق وإن إسوافق ذو نظم صلاتهما لبدود صلاة نظم قوغ يتحوقنا وإن إسخلافه وأن لا يخالفه وإن نخلاف في سنة سنة وإن نكو خلاف سنها أو فاحشة المخالفة خلاف كي سؤوف الحنيهي وأن يتابعه وإن إمامك الرعراع فصل صور القدوة كضياشادة سورة ذهيكو 99 دادك اسكو حيران ايا مركا لقيمة ايو سقال قيبود ايا نقون ايا نوع على اسكو حيران ايا صور القدوة كضياشادة سورة ذهيكو 99 تصيح واي اصيح في 5 شن شير واي اصيح افرنا اصيح ميسو قدوة رجول نين كضايدة برجول نين كو حيران واي اصيحي وقدوة امرأة قبر كحرتها برجل نن نوى أصحي وقدوة خنثى خنثى كحرتها برجل نن نوى أصحي وقدوة امرأة قبر كحرتها بخنثى خنثى نوى أصحي وقدوة امرأة قبر كحرتها بامرأة قبر نوى أصحي وتبطل ويبوري اسكو حرشادو في 40 شير بي اسكو حرشادو أي يبوريسا قدوة رجل نن كحرتها بامرأة قبر إنه قبر إمام كو نقطه وقدوة رجل إيا قبر تكيسا بخنطة بخنطة خنطة إنو خنطه تكيو وحندوني وقدوة رجل نين كحرطة بخنطة خنطة نين كيبا خنطة كحرطان أيا وقدوة خنطة خنطة أيا كحرطان أيا بامرأة قبر وقدوة خنطة خنطة كحرطان أيا بخنطة خنطة كالي خنطة خنطة كالي كحرطان أيا أفر تاجر نوي بريسة بل هذا بقى إنه أجن علمه فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة إمام كان إن تكينية المساجد إن تكية
إلين إنما الأعمال بالنيات بي أهيده نيا لوغا باهنا إمام نمو إنو يهي إنو نيوذو أيا لوغا باهنا هدبا نيا دا أو إمام نما دا إمام كو نيونا يا من نيا واجبا با مسماها نيا واجبا وحيكو حيران تايكو البجامعة حكم كيسا مذهب كو حقاتي جمع إنو يهي إنان واجب لأوريني نين إيه أما هل إله هذا كفاية هلقا ديغو أما هلقا ديغو سنة مؤكدة هدبا هدية أنو سنة مؤكدة جمع إنو يهي هدا إنو قادنو ونرى جمعه وسنة مؤكدة حتى ينقاضنه إنه إمام يد المساجد تكيان إماما إني نيوذان لازم معها قصب معها ويقوه ناكسنت هايقون إلا إن جمع عيبان قصب بقنا هينه كل كوحة ويهدو إمامكو إمام نيوذانه أجري إمام لماذا أيوه هليا إيا جمع أجري سيبو هليا هدونا إمام نيوذان وأن إن كالي دي تكنا ييدت كدبي تكنا يان دادكنا أجري جمع وي هلي اسمك اللي دي هذونا إمام نمن يونين وحه لي يا مشرتو كل كقصبنا نقول ما يينو إمام نيوداي وحه كل حنا تاي كل بجمع حكم كيسة هذه جمع أي نكدقنا واجب هذا أي نكدقنا إمام نينو نيو إنو نيودو نيدا أوقاته واجب يكون نقول إيسا هذه أي نرهنا واجب ما هي واسننا سنة أي علاقة يا إنو نيودو مركا كل بحكم كأوجمع يعيش أي إمام نمديس كل حنا أفر شير بها دبا إماما إنو إلا أي واجب تاعي أفر شير إمامكو إنو إماما نيوذو لازم بيكو تاعي أفر حالة دو أفر تاعي شير علماء دو حيكو سوء أروريين وأفر تاعي شير صلاة دو أين أنسحين شمع لأنتي أف وحي شرام مرارك قار صلاة دو كنسا شمع لأنتي أين أنسحين با كالي دامتو كن كرتيد با بس إنو إمام النيوتا داد إمام تهي لازم بيكو قطع مركا أفر تاجير فصل هذا فاصل كان واكلا صار وحو كلا صار يا وحي تغي يوحا صوص عضا أيو كلا صار يا الذي كي يلزم أو لازم أيو فيه لحديث أو لازم أيو نية الإمامة إمام نمو نيو نيو ذاك أي لازم أيسا أربع نفر وي أفر شير با إمام نمدو أي واجب تهي هل كاكا يقوح قرية الذي يلزم يلزم يأبو قرية لقد فصيح يروح يا هيد الذي تلزم إن تلزم تعلى آخرية أياك فصيحة في عنايد ما هي نامة تابو كاريغا يا ميسي يا أبو كاريغا لما أنتم وذي يأمي يا الذي كيلزم لازم يفيه دحديس نية الإمامة إمام نمو إن لنيو ذاك أي لازم يسا أربع وأفر الجمعة ككوب أدواء جمعها جمعة ذو جمع كما مارنتو جمع جمعه كما مارمو عدد كاللقرد قيو مذاهب كوابكو كل دوان آذان مذهب كينني نهب إن يراه ذو أفرتن جمعه جمع كما مارمو كل هذا أذن كل ذا جمعة أنتو كنا يا أذن أورنيني كل ذا جمعة أنتو كنا يا مو أورن كرتيد أذو كل ذا يا كل هذا أذن كل ذا جمعة أنتو كنا ينين إمام نمذا هكذا جندي وحيكار دكان تاينين كهذا إمام كأدت كجمعة أنتو كنا يا هذه الصلاة جمعة ونيوذو أو الله أكبر وجراه وأنين كل ذي تكنا يا لما جمعة وجرته كل ذي قف تكنا يوي أما تيرادا أفرتن هكو أهادو أو تيرادا أفرتن كيساقو هبو حيو أما أفرتن كها ديرادو أما نين عدر دار لها أهادو أما نين عدر دار لهاين ها أهادو وحال ليه هاي إناد إمام نيوتو لقاما مارمان وي وحاي علمادو كسور هبين كعدر دار كلي أو وحاي يلاهدين ورك عدر دار كلانا مالا راعيني مثل الراعين مايو قفكو هدو عدر دار هايستو او انا اهين دادكي اي جمعادو لازم كباكو اهين دي هدو دونو نيوم بمايو كساقات وانين مسافرة وانين سفر او جمعابكو مواجبين انو توكدو انكاني سفر بوكو جيرا جمعا لوغم اللوغم اللي جمعا انو توكدو مساجد بوحا ايو ساقال ايو شيخ نتوكي يوم باليري ومسافر كي وهي ادانو دهور بانتو كان ايابو لكي وان قصرين ايا إيه سقوم بقى قالي
لكن ظهر بو اسكن يودي او قصرين ايو اللي هو مسافر بو اهي لما رقعدات بو كنقا ياهي مر هدي او استوو يدي او صفكي هوري هور قلاي الهي ام با اقوحو نيون ايه هدو ظهر او قصرين نيودو لغو ما قبسان كارو وايو تيكالي دي بو تكن ياهي ما حاد او شاگان ظهر سو ما تكن كارو ظهر قصري بو تكن ايه كالي دي او دا داد كان كلا ايه جمعا ويكو حردينو اجريكي ويهليان اساقو لكي وانين منفرد وكالوم بالغا سوق الذي كيلزم فيه دحديس ولازم نية الإمامة إمام نمون يل نيودا أربع نفر وي الجمعة وجمعها ككوباد كو جمعها إن إماما أدنيوت أي إمامة ولغان ربع هداد نيوان ويدان كالي ذا ننتو كان يعطيو دادور تاغن كالي ذا جمعة كوشري ميسو مسائل كجمعهنا دوا مسائل أي أذقيهينو حتى فقهي مسائل كصور كأوجو أض أضجو حلقة كأنا شمعة وحلقة ورنا يا حاجي أديكوا جورجي نيده شوقة وقضينا يوم باستير ستاء وأفكسي جلينا يا أجي صلاة دي شمعة ما أنت سويتو كتكاه شبطي صلاة دي شمعة ما أنت سويتو كتي أيها كاه شبطي أضو هالكيه شوقة صلاة دي شمعة واتو مسألة جات كتو كتي مسألة جات كتو كتي والله قدر هيري والله صنع يستي gurigi ni wa tagtay waxa uga bad qadadii sugtay waad faraxalatay adigoo qadadii cunaya oo afka ku sii haya un baa lagu hadlay jumcadii ka jabtay jumcadii admantis oo tukatay ayaa hadda ka jabtay jumcadu war adag yahay warkiisu u badan yahay runtii eego masaa'il kale isku xiro ayay kamid tahay hadaba jumcaha inaad imaam niyooto ayaa laga rabaa imaam hadaa tahay مأموم هذا تهينا إن اقتدائية مأموم لمن يوتو أيالا كما مارمان قوة هذا مأمومة ومأموم نيوم ويدات شمعها ننكالي دي توكنا يالا كاسو قاضي ننكالي دي توكنا يالا صلاة دادو ويبا تشابي هداي تشابي ويدانا وصلاة دادو أيبوري ويدانا دي شمع كومتر كالي دا قفو شمعي متو كدو دادي سكتشوغا وحباس كما قبتان دي هدونا النظام أدحينين إمام نماء يا مأموم نماء يوحو دي إمام نماء دو عمل مأموم نماء دو عمل نبي يقولون حليا إنما الأعمال بالنيات عمل أردني نيو أباهي هاي وهي علماء ذكو حليين نكا قضا عنا يا شمع ذي ما أنت أوتي كذا أي كشبطي تراضو هدي أفرتنا يا هايين شمعونا أفرتنا بكو أنصح يا سقالي صوتهم كما أنصح يا أي نقاض النو أفرتنا كين نعرب علوس بها كتير التحيات داون هيا التحيات شمعيه والغ بحي وليكي محاكي أفرتنا دمحولي ياي يا التحيات ولي والله اسكسوا من يستي وليك يا فرتنات صلاة دي كما بحين محولي التحيات ولي قريقين يوغ مساجدك أقبيالي أيات كلها حطي وليك يا فرتنات التحيات ولي إسوا التحيات ذي حيا أي ويسدي كشبطي كي أفرتنات أي ويسدي كشبطي هدي ويسدي كشبطي كي أفرتنات تيرادي محين نغطي تيرادي محين نغطي كو صحيح sagaal iyo soddon day ma jumaa jirta marka riyaaca duurtu kada waa way dadkii qadeynayay waa qatar hadii 4tan ka aan qaadano way ino iman doonta dad warka ku jira meesho dhaniye alladhi ka yalzamu u laazima yu fihi dhahdi saniyatu al-imama imam nimada niyadeedu ka u laazima ya arba'un wa afar suuro al-jum'atu wa jum'ihi takubad wa ku jum'ihi wa laga raba والمعادة وصلاة معادة اللي يرى إلسو عليو معادة وحجرتا أذيقو هذا الظهر كيتو كذي ومساجد كان كتو كذي أياد حافظة هذه تكتاي حافظة مركعة تكتاي ومباذركتاي كما عادية آذ أبالاران ومساجد كيني كتو كنية ولي لما تكنينو بالاقو دي صلاة دي تاين قليا وماتل أنا وردي لا تكنين الظهر كيادة واتوتو كتي صلاة دنبه ايه معادة ايه سنة ويهي اينا دسكيلتو كتدد كا دنبه واد اسكيلت قليسا واد لتو كنيسا ام بضان باي دعضا واد لتو كني مركز هده بل لتو كتو معادة وشروضي لها دحي صلاة ده معادة دي شروضي لها دحي صلاة فرلا او تو كتي واحد سوء علين كرتا او قرى مركز شمع لتو كنيسو شرطي واد شمع بدي شمع نمضو شرطي باي اوتاهاي هده كالي وحينو اركي لهين نن ما أنت هالكن عمرتي أو صبح يساكون العلينية ها مع مدور كوردن إلى عصر كأنت اللي جاريو نن عمرتي وكل ما أفرق عدود أنتو أربعات سمايني سا دور كيف نكون عليه
war maxaad samaynaysaa duurkii baan ku celiyay ni sheekha khayr allah siiba maali ni sheekeyo ee waa culimada runtii soomaalida de dadka runtii la yaqaanay weey hadana waa nin nool laakiin daa aan kici karin oo garabka la qabto wuxuu iga sheekeyay nin walaalo wuxuu iga sheekeyay uu garanayo oo jaad cunay jaad buu qayilay buu yiri salaadii cishaayna ma tukan mar alla markuu jaadkii qayilay cishaayhiina uu la tukanin unbuu aqiima cishaayga allahu akbar allahu akbar unbuu yidhahda intu soo weysaysto uu galaa cishaayga uu ka baxaw salaamu calaykum markuu yidhaha unbuu kacaadi u aqiima allahu akbar allahu akbar haddana wuu ku celiyaa uun maa caawo oo dhan wuxuu ka dhammaan waayey salaadii cishaay ma garanayo inuu tukaday tan uu ka baxay inay cishaay tahay ma garanayo waxa weeye wuu ku celcelinayuun waaga agtiisa ayuu ku gaadhay waxa weeye waa dee ama jaadkaa kala duwan ha la yidhaahdo oo qaadka ayaa sidiisa u kala duwan ama dadka dhiigooga ka cunaya ayaa kala duwan ha la yidhaahdo ama qaar baaba gebigiisaba maxaanku yidhaahdaa xataa wax kale lagu daraa aynu nidhaahno waxyaaba badan baa jira runtii dadku way ku kala duwan yihiin isaga laftiis ugu kala duwan yahay maxaanku yidhaahdaa waxyaabaha qaarna oo la sheegaana way jirtaa ilaahay baa xaqiiqada inaga og waxyaabaha qaar la sheegaa way jirtaa kolka waxaa haddaba jira culimo salaada mucaadada ah ee lasoo celinayo jamac baa lagama maarmaan u ah jamac ayaa lagama maarmaan u ah kol hadduu jamacu lagama maarmaan u yahay oo dad tukinaysid dee imaamnimo inaad niyootaa waajib bay kugu tahay haddii kale ood niyoon weydid nin kelidii tukanayaa tahay loomana ogolo qof kelidii tukanaya inuu salaad soo celiyo waxaa laga qaatay salaada in lasoo celin karo oo dib loo tukan karo xadiidka yaziid ibnu alaswad uu wariyey waa xadiidka tirmidiga ayaa qoraya wuxuuna ku tilmaamay xasan saxiixa inuu yahay wuxuu yidhi sallaa salaata nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa sallaa salaata subx fii masjid alkhayf buu yidhi rasuulka ayaa masjidulkhayf salaad ku tukaday wuxuu arkay aakhirka masaajidka laba nin oo fadhiya oon dadka la tukanaynin rasuulku wuxuu ku yidhi war maxaa dadka ula tukan weydeen oo idiin diiday inaad nala tukatiin waxay yidhaahdeen guryahayagii baan ilaahay rasuulkiisa iyo ku soo tukanay salaada subax wuxuu rasuulku yidhi haddaad soo tukatiin ood masaajid jamaaca a timaadiin masaajid jamac uu ku jiro masaajid a timaadid lama odhan jamac baa shardiya oo masaajid jamac uu ku jiro a timaadid la tukaday buu yidhi sunnay idiin tahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam siyaabo badan xadiis kale ayaa nebiga ka sugan oo muslimku uu qoro muslimka ku yaala waa xadiidu abidar rasuulku abidar ayuu ku yidhi kayfa anta idaa kaana calayka umaraa'u yuakhiruuna salaata can waqtiha ow yumiituuna salaata can waqtiha abidarow haddii ilaahay idinku sallido umaro iyo dad madax ah oo salaada siday u ta'khiirinayaan waqtiga ka saaraya ama salaada dilaya sideebaad u tukaniyood ahaa xaalkaagu uu noqon doonaa dad umaro ah umaradaasi iyo dadkaa maamulka kuu hayaa ama ha ahaadaan dadkii talada hayay ama ha ahaadaan dadkii masaajidaba maamulayay cidday dooni ha noqdaane haddii laydinku sallido cid salaadaha idinka disha oo waqtiga idinka saarta sideed yeelaysaaba ayuu rasuulku yihi abi hurayre wuxuu yidhi qultu fabimaada ta'murunii ilaahay rasuulkiisa yow maxaadi amri rasuulku wuxuu yidhi war salaada waqtigayga tuko haddii haddaba aad salaada soo gaadho iyaga aad la soo gaadhana la tuko uun sunnay kuu tahaye la tuko sunnay kuu tahaye xadiidkaa waxaynu arkaynaa abidar inuu rasuulku leeyahay la tuko salaadii uu tukaday dee saxaabi baaba jira intuu rasuulka la tukado haddana xaafadoodiiyo reerkooga markuu tago iyagana tukin jiray waynu garanayna salaada mucaadadiihi inta ay rasuulka ka sugan tahayba waa jamac bay ku xidhan tahay almucaada salaada mucaadada jamac baa lagu xidhaa oo jamac baa loo baahan yahay kol haddii ay jamac u baahan tahay waxaa lagama maarmaana bay culimmadu yidhaahdeen salaada in imaamnimo la niyoodo hadduu imaam yahay kasoo celinaya hadduu imaam yahay imaaman buu niyoon hadduu ma'muum yahayna ma'muuman buu niyoon waa kan salaada tukanaya waayo hadduu labadaa midna niyoon waayo waa nin kelidii tukanaya kelidii nin tukanayana mucaadada looma ogola salaad mucaada ah looma ogola qof kelidii tukanaya shuruuday leedahay haddaba salaada mucaadadiihi shuruudaha ay leedahay kow inaad jamac ku tukanaysaa waa lagama maarmaan shuruudeega ayay ka mid tahay laba salaadan aad soo celinaysaa salaad maxaan ku dhaha jamac loo jideeyey waa inay tahay salaad jamaca loo jideeyey waa inay tahay
salaad aan jamacaba loo jidaynin istikhaara hadaa tiraahdo ka waran istikhaara soo celinaya mar dhaweyd baan istikhaara tukadeeye istikhaarada hadana aan hadda soo cushado salaadani salaad jamac loo jidayay waa inay tahay xataa witriga ayaaba kamida ibnu xajar ku siduu qabo witriga waa soo cushan kartaa buu leeyahay ibnu xajar ilayn waa loo jidayay ama ha ahaato salaada la soo celinaya faral ama ha ahaato salaada la soo celinaya sunne salaad jamac loo jideeyey inay noqoto ayaa lagama maarmaana saddex salaadan mucaadada ah waa in waqtigeegii aada soo celinaysidee inaad qallaynaysaa xilligeegii xilli ka baxsan lama ogola haddii iminka masala salaadii subax ee saaka aan tukanay aad tidhaahdid maanta duhurka ayaan jamac la tukani ka waran ama dad qallaynaya masaajid idil oo subaxdii ay ka tagtay ayaan anu subaxdaydii adaha ahayd la tukan war iyagu way qallaynaya waqtigeegii wuu baxaye waqtigeegu inuu joogo ayaa laga rabaa oo shardiga saddexaad uu noqonaya afar salaada markaad soo celinaysid ta hore ee tukatay waa inay salaad saxiixa a tahay walow qallaheega ha lagugu yeeshaba haddaad doonayse salaad saxiixa a waa inay tahay haddayna salaadaasi saxiixa ahayn salaadii aad tukatay ee duhurkii aad tukatay haddaad bilaaweyse ku tukatay marka dambe ee tukanaysid dee sunne kuuma aha ilain mucaadadu sideeda waa u sunne sunay qofka u tahu waa kii rasuulku abiider ku lahaa fa innahaa muxuu rasuulku abiider ku yidhi la tuko buu yidhi sunay kuu tahaye fa innahaa laka naafila sunay kuu tahay haddaba haddii salaada hore ayna saxiix ahayn soo celinteedu sunne kuuma ahe maxay kugu tahay waajib bay maa kugu ilintii horanka lagaa gudin be waajib bay kugu tahay salaada mucaadadaa shardigeega shanaad waa mar wax ka badan inaan la tukanin mar wax ka badan unbaad soo celin mar unbaad soo celini haddaba haddii iminka masalan salaada duhur masaajidkeena inaan ku tukano oon haddana masaajidkan agteenna calimataan aan sii marno nidhaana kan aan ku sii celino oon haddana yaro dhaafno masaajid ka shisheeya aan aragno nidhaana kan aynu ku sii tukano oon haddana nidhaana masaajidkaa hudaa isna jamac badnaaye hudda ina geeya waa duhurkii uun isna ka gaadhno lama ogola war salaada mucaadada amar uun baa sugan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam axaadiistan saxaabadu ay samaynayeen mar unbaa mucaadada sugan in la soo celiyo waa shardigeega shanaad weeye waxa sida qaabka loo tukanayo waxay culimmadu yidhaahdeen waa inuu faral unbuniyooni duhur farala unbuniyooni laakiin sunne niyoon maayo iyadoo sunne iska ah ayuu haddana duhur farala uu niyoonaya shardigeega toddobaad waa inay jamac dhacdo culimmada qaarkood min albidaaya ila nihaaya waa inaad jamac hesho bay leeyihiin min albidaaya ila nihaaya ramliyo kale wuxuu leeyahay min albidaaya ila nihaaya waa inaad jamac hesho ibnu xajaroo kale wuxuu leeyahay hal ragcada unbaa lagaaga baahanya inaad jamac hesho sidaa darteed haddaan masaajidkan ku tukano duhurkii afartiisii ragcadood oon haddana calimataan tagno oo ragcaddii u dambeeyey ee afraadu taagan waan la tukan karnaa sida uu qabo ibnu xajar ramli siduu qabana lama tukan kartid waayo afartii ragcadood saddex baa dee kelidaa aad tukanaysaa ragcad qura ayaad jamcii ka gaadhay saddexdan dambeed kelidaa tukanayso ayuu ramli diidan yahay uu leeyahay war salaadaada min albidaaya ila nihaaya waa inaad jamac ku tukanaysaa ama adigu imaam noqo markaa ama adigu ma'muum noqo markaa kaa doonto noqo oo jamacun baa lagaa rabaa aduu shuruudo badan oo loo baahan yahay oo waxaa jira salaada mucaadadii ay leedahay walmucaadatu waa salaada mucaadada la yidhaahayo la soo celinayo imaamnimo in la niyoodaa waa lagama maarmaan walmanduuratu ta saddexaad waa salaada manduurada ee lagu nadray hadduu qofku nader galo nader ayuu galay salaadaa manduurada ah ee qofku uu ku nadro welibana waa jamaaco wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray inaan jamac ku tukado buu yidhi ilaahay aayadda qur-aankaa muxuu yidhi isagoo siiqatul amar inagula hadlaya walyuufuu nuduurahum walyadawafuu bilbeyti alcatiiq walyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadaryadooda ha oofiyeen haddaad nader gasho dee oofi baa lagu leeyahay nadarkaagii haddaba waxaad tidhi ilaahay waxaan ugu nadiray salaadaas jamac inaan ku tukado salaada aad nadarka ku gashay ee jamaca welibana shardi aad uga dhigtay haddaad imaam tahay imaaman baad niyooni haddaad ma'muum tahayna ma'muuman baad niyooni haddaad imaaman iyo ma'muuman labadaa midna niyoon weydo salaadaadu way guntami laakiin dee dembi baa kuugu sugan dembi ayaa kuugu suganoo jamacnimadii aad niyootay ayaa meesha ka maqan jamacnimadii mee baa lagu leeyahay salaadaadii aad niyootay aaway jamacnimadii ilayn jamac buu qofkani nadirka ku galaye kelinimo ayay u guntamaysaa
wuuna dambaabaya nadarkii uu ku nadrayna ma xasilin oo jamici baa meesha ka baxay jamaca ayaa meesha ka baxay walow dadkan hadda u la socda dad badana waxaa inagu jira salaada marka la tukanayo aan ma'muuman baniyoonin allaahu akbar un intay yidhaahdiin bas imaamka raac raaca xukunkooga salaadiiba u jiri maysa kuwa ah sababtayna ugu jiray waxa weeye eeg markuu faatixada akhriyo suuraddana akhriyo imaamku suurad dheer hadduu bilaabo muxuu sameeyaa kuwan dadkan isagu ma sugaan imaamka intuu rukuucayo dee isagu ma'muuma ahee ilan ma'muuman ma niyoonine imaamka muxuu u sugayaa imaamka inuu sugo ma ahayn hadduu sugaba oo sugiddaniba ay timaado waxaa salaada ka burinaya weeye eeg sugiddana salaada ka burinaysa aduu dadkan uu ku dhex jiraa waana kelidii kolkaa imaamkan inuu afcaashiisa ku xidhma maa ilan raabid ma jire ma'muuman ma niyoonin allaahu akbar un buu yidhi salaada waa nin jamacan ku dhex jiroo kelidii xidhay dee salaadaada wada haddaba gaarkaaga u wado haddii muwaafaqatulqadar u dhaco oo imaamka aad isku carab noqotiin ama suuraddu bilaababa aad bilowdo ujeeddaduna ahin ahayn imaamka waafaq ayad ismarkuu dhammeeyuun isku mar dhammaysa inuu kaa yaro rukuuco mushkilad male xalax mushkilade male muwaafaqatulqadarku mushkilad male laakiin inaad imaamkaa sugto dee imaamkuumihi maxaad ka sugi walmandhuuratu waa salaada nadarka qofka uu ku galo imaaman buu niyooni iyadana walmandhuuratu te lagu nadray jamaacatan jamacnimo walmutaqadimatu iyo salaada mutaqadimada ee soo hormartay fil madari roobka dhexdiisa salaadu hadday mutaqadimo tahay waa jamcu taqdiim jamcu taqdiimka roobka aynu u samayno roobka waxaa lamida barafka oo kale barafka waxaa lamida maxaanku idhaahdaa beredka ayaa lamida da-a ee isnad maxaanku idhaahdaa aadka u qabow aduu barafkaa iyo roobkaa iyo dabaylaha sideedee maxaanku idhaahdaa waxaa da-aya waa roob unbay lxeer yihiin jamac jamcu taqdiim la yidhaa ayay diintu u jidaysay laakiin shuruud baa loo baahan yahay jamcu taqdiimka jamcu taqdiimku shuruud buu inaga rabaa kow salaada horta labada salaadood salaada hore ilan jamcu taqdiim baa la rabaa salaada hore bilowgeega iyo dhammaadkeegaba waa inuu roobku da-ayo waa shardi salaada hore bilowgeega iyo dhammaadkeegaba waa inuu roobku da-ayo waa shardi salaada dambana bilowgeega waa inuu roobku da-ayo waa shardi kale waxaa la diidan yahay salaadii makhrib markaan bilaabaynay hadduuna roobku da-aynin kasii bixiddii un hadduu bilowdo ka waran kasii bixid mar alla marka salaada makhrib laga baxay un roobkii daatay cishaaygana inoo jamciya un baa la yidhi innaga waa mushkiladiina haysata wey imaamku maba oga hadduu doono oo sabadan uu ku jiraa dad unbaa odhanaya sheekh inoo jamci inoo jamci war dee jamcu muxuu ahaa ma wax la tukado unbaa muna xeerar u baahan shuruudu u baahan yahay la raacayo eeg salaada makhrib markaan ka baxno een iska sunaysano salaadii makhrib een iska sunaysano ee cabaaran iska joogno cishaayga ma iska tukan karna ma soo taqdiimin karna istagu ma soo taqdiimin karna salaadan cishaa'i waxay u baahan tahay salaad ay raacdo ilan waktigeegii maayo waa makhribka waktigiisii haddaba maadaamay raacid u baahan tahay raacid salaada hore dhexdeeda waa in la niyoodo inaad taasoo raacinaysid haddii niyadaasi eeg jamacu niyu u baahan yahay culimo jamacu niyu u baahan yahay dee ta dambe ma aha kolkaa taa la niyoonaya taadan hore waa inay niyadan jamcu ay timaado ilan jamcu waa camale inama alacmaalu biniyaad naba qaysaahay haddaba salaadaada hore jamcu taqdiimka waa inaad soo niyooto innaga waxayna haysata mushkiladda jirta waxa weeye imaamkiioon ogeyn boo makhribkii tukaday unbuu nin yari xagga dambe ka soo kiciyo odhanaya sheekh ha inoo jamci inoo jamci hayuunbuu odhanaya uu ku qabanayaa uun habeen dhaweyd baan masaajid ka hadhay halkaa ku jamcinaya markaasuu odo yar baahi yimidoo maxaa dhacay buu yidhi markaasaan waan iska sugayaa baan ku yidhi habeen dhexdii ahayd bahayd ma dhaweyn laakiin sanadkan unbay ahayd waxa weeye haddii culima aan jamaca marka hore ada niyoonin deseedu jamcini ilan eeg hal xikmada aan aadan u dareenno niyadani iyada wax badbedeshaa maanta laba nini hadday safar galaan oo burca ay u dhaqaaqaan xilliganan joogno labada nin midi waa taariku salaad oo weligiiba wejiga dhulka ma saaro midna waa salaad xafidoo salaadyig ma dhaafto duhurkii hadda wax yarbaa ka dhiman markii duhurku gaadhay kursiga horay wada fadhiyaan labada nin niyadu wax la maqlo maahoo dee lagu hadlo waa wax uurka laga niyoodo labadii nin ee isag fadhiyey kii jamcinayay duhurka muxuu niyooday inuu u jamciyo xaggee inuu casarka u jamciyo kii kalena waxba ma niyoonin
labadii nin badhaxday ku dhinteen ilaahay muxuu ka yeelaya taa midna waajib uu ka tagay oo shalay way inagii soo mareynay waajib laga tagay in la isku cadaabo hadda midna salaadan duhur ma tukan ma mid baa tukaday duhurkii midna ninna waa loo cadaabi ninna loo cadaabi maayo maxaa keenay inay kala baydhaan labadan qof inay kala baydhaan waa niyadana keentay kolka niyadan labadan inay isag fadhiya ee isku kursiga ah ee midna una waxba qabanin wax muuqday ee uu qabtay ayna jirin keni wuxuu niyooday inuu salaadiisa jamcu taakhir u sameeyo tahoruna niyooday ka warama hadduu ka dambana yiraahdo ilaahu waa nahay cadaabin haa casarku markuu gaadhaa niyoon lahaa war niyada goorma lala yimaadaa tee tahoraad niyada keenaysa xaaji tahore ayaad keenaysa ilaa casarkii yaa kuu ogbaa waxaynu u baahanahay hadaba culimo salaada marka jamcu taqdiim la sameynayo shuruudo ayaa lagama maarmaana roobka iyo barafka iyo dabaylaha qabow iyo marka loo jamcinayo shuruudo ayay u baahan tahay kow salaadani salaad jamcu horta lagu tukanayo waa inay tahay adigoo kelidaayo masaajidka dhex fadhiya haddaad tiraa ka waran jamciyo may gurigaagaaba joogtaaba roob weyin baa da-ay adoo gurigaagii jooga gurigii markaad maqribka tukanayso baa tidhi haa waan jamcinayaahe oo maxaad u jamcinaysaa cishaaygii baan raacinayaa oo waa kelidaaye war salaadu jamac bay u baahan tahay jamcu taqdiimkani waa dad masaajid tegaya oo jamac ku tukanaya oo ka baqaya jamacani inuu ka kala lumo ayaa la leeyahay ruqsad loo siiyey jamcista laakiin adigoo kelidaaya maya shuruudo badan baa arrinka ay noogu iman doona kitaabkeennuna uu taabanayaaye laakiin waxaa wanaagsan inaan insha allah meelaha dambe la sugno walmutaqadimatu salaada soo hor martay fi lmadari roobka dhexdiisa mutaqadimada ee ama muqadama aynu nidhaahno ama mutaqadimo aynu nidhaahno afartaa jeer baa culimo jamaca in la niyoodo ay lagama maarmaan tahay faslun alladii ka yalzamu uu laasimayo fiihi dhexdiisa niyatu limaamati imaamnimo niyo la niyoodaa ka ay laasimayso arbacun afar weeye aljumcatu waa jumcihii waalmucaadatu iyo salaada mucaadada ee la soo celinayo waalmandhuuratu iyo ta lagu nadray jamaacatan jamacnimo waalmutaqadimatu iyo ta soo hormartay fi lmadari xilliga roobka faslun shuruudu lqudwati axada cashara shuruudu lqudwa axada cashara halkan waxaynu ku haynaa culimo qudwada iyo ku dayashadu shuruuda ayay u baahnaan qudwadu shuruudo lagama maarmaan ah oo ay u baahnaanayso ayaa jirta shuruudu lqudwa qudwadu waa ku dayashadii waa ma'muumantii oo kale wey markaad imaam samaysanaysaed ma'muum tahay ma'muumka wax ku dayanaya koob iyo toban shardi baa ma'muumow lagaa rabaa haddaad ma'muum tahay koob iyo toban shardi bay salaada kugu xidhi ay lagaa rabaa salaadaada waa markuu qofku tukinayo salaadeennan duhur baa koob iyo toban laynaga rabaa culimo salaadeennan duhur koob iyo toban shardi baa lagaa rabaa oo ma'muumnimadaadu ay kugu ansaxaysa markaad jamac ku tukanayso shuruudu lqudwati ku dayashada shuruudaheegu axada cashara waa koob iyo toban shardi koob iyo toban shardi baa lagama maarmaana shardiga koowaad allaa yaclama waa inuuna ogeyn budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu inay baadil tahay waa inuuna ogeyn bixadasin xadath bay baadil ku tahay weyse qabli'e ow gayrihi ama gayrkii bay baadil ku tahay horta taaha ogaani waxaynu u soconnaa qodobkani wuxuu ka warramayaa marka aad doonayso inaad imaam samaysato shardi waxa ah inaadan ogeyn imaamkaaga salaadiisu inay baadil tahay oo talowseedu ogaani haddaad ogtahay imaamkaaga salaadiisu inay baadil tahay imaamba kuu noqon maayo bal suuro aan ka bixinna imaamkaagii salaadiisu baadil tahay imaamkiibaad israacdeenoo makhaayaddan aad ka soo wada shaahdeen masaajidkaad soo gasheenoo wuxuu ku yidhi suuligan waa suuli bilaa albaaba albaabkiisa ayaa maalan ayaan xidhmin ii yar qaba buu ku yidhi suuliga aan gale waad u haysay imaamkiiba suuligiibaad albaabkii usoo qabatay xamaamkii buu galay xamaamkii markuu galay sanqadh iyo wax kasta waad maqlaysay oo waka waad aragtaa dee albaabkana waabaad u haysaada uu soo baxay un suuligii wuu ka soo baxayo halkii aad ka eegaysay inuu weysaysto isagoo engegan buu soo baxay waana laba minid wuxuu kaaga maqnaa bes waad soo baxdeen waxaad tidhi dib buu ka weysaysanayaa halkan unbaad soo wada fadhiisateen dhowr daqiiqo salaadii baa loo adimo istawuu unbuu yidhi istawuu wahyaab
horta imaam ka balka waran hadaba istawda wu is ilaaway baa dhici karta inuu is ilaaway baa dhici karta soo isma ilaawin imaam ka salaadi uma jirto maadaama ina u jirin adiga adigan ku jirimayso hadaa imaam ka ku xirato imaam ka hadaa ku xirato salaadi ku jirimayso dadkan kale masajidka yimid ee imaam ka ku xiranayna salaadi way u jireysa ilaan iyagu ma ogee iyagu miyey ogihiin may ma oga iyaga way u jireysa laakiin ka oga uu ku jirimayso midalan imaamkaagi uu ka horeeyaayo khamiis cad buu xidhanyahay wasakhda qarsanaynin khamiiskii cadaa un baad dheberkiisa sidaa u hegto waxaad aragtay uun saxaradada halkaa kaga naban un baad aragtay halkaa kaga taala haa isaguu sii jeedaayo waxba kama oga haddaba haddaad imaamka haddana sii wado un salaadiisa ka waran dalla sii socoto uun wax alla wax inoo jirayaa ma jiro waxaa lagama maarmaana inaad markaad saa u aragto saxarada inaad imaamka ka goosato imaamkii ka horreeyey bay naafi ka soo baxday isagoo ku tukinaya isna hadduu doono lamaba socdaba waxbaba kama ogee salaadiisii buu sii watay salaadiisii markuu sii watay aduu maxaad maqlaysay yaa waxbaad maqlaysay sow ma aha war imaamkaasi ha ku sii xidhannine salaadii uma jirtee ka goosoo si caadiya iskaga tuko si toosaad u tukanaysaa waa butlaana salaati imaamihi waxaa ka mida suurada waxaa ka mida laba nin baa is-agdhigay waxay is-agdhigeen caagad mooye sixo ah waa mooye sixo iyo caagad waxa iskaga khaldamay kaadi ah waa mooye six iyo kaadi waa caagad weynoo laba caagadoodoo dhaadheeroo min laba litira weey min laba litira kaadi iyo biyo waxay u baahdeen inay salaad tukadaan mid baa yidhi ani noo ijtihaado ama maaulwardiba ka dhig biyo mustacmalaba ka dhig an ijtihaadna baa la yidhi an ijtihaadno mid baa yidhi haa anu waa caagadanaan leeyahay caagaddii biyihii saxda ahaa lagu weysiisanayay kii kalena wuxuu yidhi may anna waa caagadanaan leeyahay ismayna raacina midiba mid buu qaatay ka tan ku weysaystay muxuu leeyahay kaasi ma weyse qabuu leeyahay waxa uu ku weysaystay ma weyse qabo ka kalena kan aan weyse qabin buu leeyahay may istukini haddaba ilan imaamkiisa salaadiisii baaba baadila buu qabaay way dawakheenoo qibladii bay garan waayeen wareeberow qibladu xaggee inaga xigtaa buu mid yidhi walaan wa xaggaasaan leeyahay buu galbeed buu gacanta ku fiiqay midna wuxuu yidhi may anuu wa xaggaasaan leeyahay bari buu gacanta ku fiiqay may istukin karaan mid kastaaba wuxuu leeyahay ka kale qibladii saxda ahayd ma haysto hadday istukiyaan dee salaadii u jiri mayso waa nin uu leeyahay salaadiisii waa baatil oo itukaa hadana leeyahay wey allaa yaclama yuunu ogaanin butlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu baatil inay tahay yuunu ogaanin waa shardiga koowaad bixadasin xadas bay baatil ku tahay weyse qabli'i ama janaabo ow hayrihi ama xadaska hayrkii ayay baatil ku tahay xadaska hayrkii ayay baatil ku tahay wa anlaa yactaqida yuuna caqiidaynin wa anlaa yactaqida yuuna caqiidaynin wujuuba qadaa'ihaa qadaheega waajibnimadeeda calayhi isaga dushiisa ay waajib ku tahay wuxuu ku leeyahay imaamkaaga salaada inuu qalleeya inay waajib ku tahay saaha caqiidaynin haddaad og tahay imaamkaagan in salaadan qalleheegii lagu leeyahay kuma tukin karo waxa weeye imaamkeennii baa yaro xanuunsaday maanta xanuun baa lagu sheegay lagu yidhi xaaji maanta biyo uma dhowaan kartid hablabaas baaba ku dhacday biyaha waa laga ilaalin jiray soo maaha hablabaas hadday ku dhacdo la yidhaha biyo uma dhowaan kartid dhakhtarku uula taliyo biyaha u dhowaan jadeecaa ku dhacday haysmarin biyo waayo u gebagabay biyihii waa kuwan halkan ka qalalaclaynaya taangiyadii masaajidka o dhan baa buuxa dee dadkii way soo weysaysteen oo imaamkii oo hadda carro kusoo gebagabaystay ayaa yidhi istawu war imaamku biyo la-aan uma weysaysanine biyo la-aan uma gebagabaysanine waa qallay dee kama ridayo waynu arki doonaa masaa'ilka qallaha rida imaam ha tukinin dadka haddaba dee ha tukinine bal aduu jamaca kusoo biir baa la odhan cid kaleo ina tukisaba jamaca kusoo biir wa anlaa yactaqida yuuna caqiidaynin wujuuba qadaa'ihaa qallahani waajib inuu ku yahay calayhi dushiisa waxa weeye masalan nin qaawan baa tidhi ituki nin qaawanoo wuxuu xidhaba waayey ha weyse qababa hadduu doono laakiin uu qaawaya waa mudh ituki baa tidhi ituki war suu kuu tukini dee adigu ilan waad dhammaystiran tahaye adigaagana inaad tukiso ay tahay haddaad isku xidhanaysiin labada adigu aduu tuki
وألا يكون يونا أهانن مأموما مأمومنا يونا أهانن إمام كأت صلاة دكوا حدنا يسام مأموم يونا نقنن هذا بنك هل كان شوقة إمام كان يتكين يو كالباب كاتعنا دكوا حدنا تكورن مساجكم ركوب حسمة كالباب كوجو إجا ها أنو هيل الباب قرنا يا إمام كم قرنا يوم باتري أنو هيل كنا كحدنا يها هيل كي بات كحدنا تي ودني يوتي هيل كنا كحدنا تو ومأموم صلاة هذا وح لو بحنا إمام عادي إنه كوه جو لكن نن أن حر أهين أياد أذيقو حر كنقاتي لقامي ديقي سينا يو ولا أمياً أمينا يونا نقنن أمينا إنو نقض الله ما باهنا ولا أمياً أمياً معنى يقوح وي أميك وحا لو يقانا هل كينن ننك فاتح هذا وحكا ميدا خلطي ولو قرآن كالي مجويد بحكو أهانا خطرا فاتح هذا ننك عطيك خلطان تاي أمي با الله عرانيا أما الشدد كيجيبو كتقيا هذا ninka maxaan ku yiraahdaa hada hag hagada leh ee xuruufta qaar aan caadi ugu dhawaaqaynin yuuna ku tukunin dad caadi ugu dhawaaqaysin sheekh iyir joogdi adu hag hagaad leedahay waa hal ismoogtay wala umiyan hadu qofku u xuruuf jajabinayna ku tukin maayay de adaa tukin wala umi illa umigu wa ninka faatixada khaldayayno nadi ama kelmad buu ka boodaya ama xaraf buu ka boodaya ama wax buu khaldaya umi baa loodanaya ninka yurani kaasi ku tukinin way jiraan imika masajid la sheego dadka tukiya inay faatixada khaldaan somaydan maqal waxa lagu oranaya faatixada halka waa khalda eeg de ummada salaadeeda amaan waa amaan moogtay salaad waa amaan waa arin aad u culus weey kolka waa in laga fiirsado cid ku tukineysa waa in cid laga fiirsado waa inay tahay wa alla ya'tan wa alla yataqaddama wa inuna ka hor marin alayhi imamka fil mawqifi istaaga هل كانت إمامك هذا كهر رين؟ شمعه كلا إن جود عدا تنينا. إمامكم مركو هل كنت هاجي هاي شمعها؟ ضد كبعض لياش عقار بدن بحق هر محراب كيستاجة. ألقاهم كقطين بدي كرتونة يري الله صويها عن مساجد عقار. أم هل كيستاجة يري هو قضنا يارون. ور إمامك واد كهر ريسين. حاجة قبل ذات كعكتين. وحبا إذن مسعون يسوا. وايو رسول كواكي عليه الصلاة والسلام حديث كلها حديث جيبو خارج يا مسلم ك. إنما جعل الإمام ليؤتم به. إمامك محل لو سميهي سين لو قضيده قضيشد واحد كينيسا حتى هورينتا ان اد كا دنبايسو دي قضيتو لنا عكسته ائتمام با لا ربا حاجي قضيشد ما استيران وا ان ادن كا هورمارين اودن كا هورينين هدا مساجد كمدينه مساجد الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كمدينه بورد با كو دغن وا صاحب با صاحد ادو بلاادن ادو بلاادن ادو قرخون اي حقن حوري قبلده كا خيقتا saaxada dad badan ba istaagay moogtahay waxa la qiyaasay barta imaamka ku beegan kadibna muraayada yar yar ba lagu nabay oo lagu la hadlayo dadka oo leeyahay halka ha dhaafina imaamkii bay halkaas la simantahay labadan tiiro sidan oo kala tiirar sidan xataa ku yaala labadan tiir ayuu safkanina imaamka ka horeeya safkaasina uu imaamka ka horeeynin kolka waxa la sameeyay ku tiirashaas aan boorar yar yar oo calaacasha in yar ka waaweyn oo inta la laag ba sida hareeraha ugu wada yaala oo sheegaya muhaadaatul imaam huna muhaadaatul imaam halkan waa halka imaamka la sinay hadhaafin baa lagu leeyahay barta xaqan hore ha u soo dhaafin oo ma masajiga dhexdiisa qahar imaamka ay ka horeeyaan talo niwaa dibada ayaa tiirar marwaxa tiirar shabahlaha dhaadheer sida marwaxado kale loo sameeyay sida dalaa minaarado kale loo sameeyay ayaa dibada ka sameysan marka qaar waa la goglaaba dibada oo deroog baa yaalayado sidan iskaga banaan kolka halkaas ay dadka qaar kood iskaga qabanayaan halkan oo kale markaas aad dadka loo sheegay dhinac kasta adigu ma aha qofku inuu imaamka ka horeeyo imaamkaaga inaad ka horeeyso looma baahna xaramka ma kale laakiin way ka dhacdaa mararka qaar in imaamka laga horeeyaa saxanka kale aanu janaasada kuma bitukadaba xaramka maka waayo janaasadiina way ka dambaysaa imaamka laftiisa imaamkii ku tukanayna uu ka dambeeyaa saxankii dadkii joogay hadaba halkan xagee xigan kacbadii halkan eeg janaasadii halka hadanba taala iyo imaamkii umbay dadkii halkan kaga xidhanayaan dadko dhan Allahu Akbar waa la wadaawun war adeer janaasadii iyo imaamkii iyo xagee hadii xataa aidan isku dhinac ahayn bal lagiray isku dhinac ma nihin hadaa aad leedahay lagiray adigoo dhinacii janaasada jooga adigoo janaasadii ay ka dambayso xagga dambe ay taalo leey saxanka lama soo gelin kare umma marka xaramka la xidheelayda waa lagu tukanay Allahu Akbar ummadoo dhan Allahu Akbar rag iyo dumar عد الله عد للريبة يو ماله كل قاوة ذرك تعال قاسو كله والله جهر ريا وأن ينويه وألا يتقدم يون كهر مرن عليه إمام كيون كهر مرن في الموقف موقفك
موقف هلك استاغ يا امامك انو كهوريا معها وان يعلم وانو اوغادو انتقالات امامه امامك غورغوريديسا وانو اوغادو وا شرطي قفك امامك كو وا اناد لا سوتو غورغوريديسا او سيده لا سونهيسا وا اناد اوغتاي امامك اما الله اكبر تودكيسا اد مقليسا الله اكبر تي اما وابد اركيسا مركو ركوعي مركو سجودو ادا با اركيابا وأن يعلم انتقالات إمامه هو الله كما مارمان إن هذا إمامك على صعوته أما مبلغ باتشيرا مبلغ باتشيرا مركو إمامك الله أكبر يدا نبى هالك قيل يا أد مغليس إسنا الله أكبر أرنا يا الله أكبر تام مبلغ أد مغليسا ولو مبلغ سوى نن سلاد دم كتشيرين هذو ضهنا نن سلاد دم كتشيرين أو هالك إسكافرديا نيرو وعلنو هالك أفرديا أما مركو إمامك الله أكبر يدا إسنا هالك قيل يا الله أكبر مبلي يا هذو دونه وبسبب إلما يرى عرورة وعي الله أكبر إمامك مر كله الله أكبر ملك عليه هاي كل كه هذو دونه ظاهر بما هبا سودوني هالنقطة لكن ابن حجر وح ليه هاي وحلا جم مارمانا قفك مبلغة عدل الرواية إنه يهيب على جم مارمانا ابن حجر باله عدل الرواية ولا جم مارمان رملنا وح ليه هاي والمير ها هذا فاسق ها هذا وحدوني ها هذا هذي والله أكبر تا إمامك أنقف فوسه قد بين يوي هاي واضح هذا نساي مشكلة ملأ وأن يعلم وإنه أجي هاي انتقالات إمامه إمامك جور جوردي سواء إنه أجي هاي كورم هذا واضح إنه حرام كيس كذا حدا نو تيفي رهان كصادق إنه مرايان يروم المساجد كأنه كنا بناي شيخ إنه تكيا نجوا حرام ك حرام كأنه كتب كنا أجري في حرم كان دوني نين أنه الله مركه أقيمه حرم كلاج أقيمه أم بين صفقة سمنا ضد كأنت إنه مكرفون كقاضي نوب أكون إنه نبراية أكتا ألقا ده مركه وسجود له وسجود يساؤون مركه ركوع أنا وركوع يساؤون مركه كلنا الله أكبر مضرني سا وح الله وح كتير يا مشلو وح الله بهي هي إن الإمام كسيتوس ولا سعتو أكت هي جورجوريستيس ولي بينه مسافة أو بدن إذن الحين كرتانا أي تايس تحب قلا حصل وينو أركي دورنا إن شاء الله وأن يعلم وإنو أبيهي انتقالات إمامه إمامك غورغورستي سواء إنو أبيهي إمامك يسوى الله صعداء أولى غورغوريا وأن يجتمع وإن يكلمان في مسجد مساجد وإن إمامك يكو كلمان إسكو مساجد بيكو تكنيان هذي مساجد كوة تكنيان قوك عبادات وإيئو أما هيسكو دوادان أما هكلا فقادان وحلو شرطين أيام ملي هذا مساجد قو إلا مساجد قو قو عبادة ذي أو أما سفي 300 ذراع صدح بقول أو حصل أي إسكو جيران تقريبا وقولوا وانشو صدح بقول أو حصل وتقريبا صدح بقول أو حصل مركب متر كله عليو هذا حصل كشقيلة الله قبل لا ما فرها أنا لقوا دروا كنتن سنتي وحوي بقولي كنتن متر مركب بقولي كنتن متر بعدين نري بقول صدح بقول أو حصل وبقولي كنتن متر بقولي كنتن متر أقول بدنان وين إسكو جيران بقولي كنتن متر بلو بهنية وايو ضدك بقولي كنتن متر إنك بدن إسكو جيرة عمل بي وده أوجيان لما أورن كارو إمامك إياه مأموم كنا معي وده أوجيان عمل بي وده أوجي صلاة بي وده تكن جمع بي وده تكن يان بقولي كنتن متر إني أود حي إني أود حيسو هذه هذا إمام كاغو وعلى جاي إنه مرك قار إنت سو كيلومتر إنه كوجيرة على جاي بابا waxay ku suurtagal noqon kartaa imaamka iyo adiga la idin ma eegayo safoofta safka ugu dambeeya iyo adiga inay 300 mitir idin dhaxeeyaan baa la rabaa 300 mitir wa markay salaadadu sax noqonayso midalan imaamka iyo safka koobaad wa inay inta u dhaxeysa ugu badnaan maxay tahay marka banaan lagu tukanayo 300 mitir ugu badnaan weeyi inta ay hin ka dhawaynayeen labada safna wa inay maxay u dhaxeyso ugu badnaan marka loo dhigo labada saf way isku xidheen salaad iyo wada tukanayaan 300 mitir safka ugu dambeeya qofka u dambeeya iyo safka imaamka de la xidhiirsan ee mutasilka la ihi 300 mitir safka sidii safka kaloon baa loo eegaya 300 mitir meesha markay ina masajid ahayn haday masajid tahay mushkilad male dabaqeenan sare waa lagu tukan karaa imaamka ka ku tukanay adna kan hoosaas kaga tukan imaamka kan ku tukanay adna ka saraad u bixi masajid haday tahay waa goob cibaadeed مشكلة دي ما جرتو واحد مشكلة ده او اي ليده هي ما جرتو مساله الصور بدن بحاجه فقهيه انه غا ايمان دونا
ومسألة حاجة صحارها إيو حاجة مساجد إيو حاجة أبنية إيو حاجة محانكو إلى هذا إنسداد إيو حاجة أبوابتا إيو ميلا بضن بمسألة لقيمة إيو كل كان مسألة بابا واحد أحكام بضن وأي لها ذهي بقى إنو إيمان دونتا إن شاء الله وأن يجتمع وإن إمامك إيو مأمومك كلمان في مسجد مساجد وإن يكو كلمان مساجد كحير مالي مركا شرط مالي وكا أو في 300 ذراع صدح بقول أو حصل لحدو دوائن يكون كل مان تقريبا أقول دوائن شو بقولي كنتر متر وأن ينوي وائن النيوذو القدوة قدوة يكو ضيش وائن النيوذو أو الجماعة جمع وائن النيوذو كان مأمومك إيه وائن قدوة النيوذو أما جماعة هدو قدوة النيوذو وائيو هدنا إمامك يسأو راع راعو سوكيس داسا سلاة دكبر نيسا وخطر وأن يتوافق وإن يسوافق سنيهين نظم صلاتهما لبدو ذا صلاته تحوغ يقابك اللوغو دين ايو لبدو ذا صلاته وإن يسوافق سنيهين هدبا وأن يتوافق نظم صلاتهما مركا إنو ندا لبدو ذا صلاته با يسوافق ينظم قوغ وشرطي هداد من جنازتو كان يكو حراتك ورن شيخ جنازتو كان ايا ايات لعنقو ها شيخ جيزتو كذي انو ظهر كيما كو حران ايا تسيدي وسيدي من ركوع بالجنازة دولا ذهاي من سجود بالجنازة دولا ذهاي من اعتدال بالجنازة دولا ذهاي نظم يجي صلاة عيا إسخلاف سن لو ما باهنا مركعة لكن لبس صلاة ذو كل الدوان واجب يسون والله يسكو حدا كراه لبس صلاة ذو واجب أنا والله يسكو حدا كراه وأن يتوافق وإنه إسوافق سيهاي نظم صلاته مع صلاة ذو النظم يجوا وإنه إسوافق سيهاي وألا يخالفه وإنه خلاف إمامك خلاف في سنة سنها كخلاف سنها أو فاحشة المخالفة خلاف كيس أفرح يهي إمامك إنات سنة كخلاف طماها خلاف كيس أؤاد فرح يهي تصالوا حوي إمامك عجيب أتحيات كيه ركتي مركزات لأنه أتحيات كوران إسكا أتحيات أرسل هذه كومة شفتو إمامك أياك عي سجودي باتل أنوان كدو عيسان يو حقا غير أي حيسان إمام كاقي يو تاقن أياد هذا سجودي كوهرناي 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 ورسالة دي كومة جرته صلاة دي بوتوكو صلاة إمام كاقا وحلوه قطة لك علي إن هذا راعدو تخلفنا لما أقولا تقدمنا لما أقولا مقارننا لما أقولا وحلقا ربا محي متابعو متابعة لقا ربا إمام كاقا إن المتابعة عيسو أيا لقا ربا المتابعة وهي ندور إن هذا بعلمه هذه إمام كاجو آية أخرية سجود سجودي أي كجرت آية سجود بو أخرية إمام كاجو سجودي وأيو على سجود لعي والمخالفة لا تمت فاحشة أولي بنا إمام كاجي بسجود أيو أديك سجودي وأيي آية كسجود لو دواي إنه أركي دارنا إن شاء الله هذا إمام كقراء وأخرية أيو إنه لسجود أيو أدو إمام كقراء وأخرية إن اللي سجود يسيئو أديكو ما هداد خلدان تود عدك كارو قادو أو آية سجود هذا آخر إذا إمام كاقو إنو آية هذا مركو مغلس سجود يئيو نين هالكا عيسكا فردية مساج قد حديثة أو قرآن آخر سانايا أو هالكا نتكو تكونيسين هدو آية سجود آخريو إن السجود يسيئيو وأحكام بضان با إنوغو إمان دونتو سجودها إنوكو أركي دوننا إن شاء الله وأن يتوافق وأن لا يخالفه وإنونا خلاف إمامك في سنة سنة وإنونا كو خلاف سنها أو فاحشة المخالفة خلاف كيس أوفول حنيهي وأن يتابعه وإن الراع راع أول بنا وأن يتابعه وإن الراع راع متابعة وإن إمامك متابعة الراع راع تخلف يتقدم تونا لقام أقولا تخلف يتقدم مقارنة تونا لقام أقولا وقال الرسول كلها صلى الله عليه وسلم ضدك إمامك كورين يميين كبقين إن مذح حوق مذح ضمير لقدقو مذح حوق مذح ضمير هذا إمامك كور رئيسه كور وخطر ماذا حاجة ماذا حضمير اللي قدرك واه لسوي محدثين أنتوا حديث كمرك معنيين يقولوا واحد هذين ماذا حاجة تلو صدام ماذا حضمير لق ورعقلك الضمير كله جوي اللي يبي هذين هدول اللي هي عقلك آدمها كه قاضوك الضمير كله جوي لك ورصيد الضميرة أو نضف كرتوا ضميره وحليل وادون كواح وقوم عن قابسين بعليل ضميرة وايو إمك الرياح يا ضميره يكل دوين دي هذا ضمير دشود هذا قرعة 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 وشيء أكو تعلق هذا دول مرة نقاطه وكو إيمان لكن خير هذا هذا جرعة ذو علينا أذكر كيسة هذا ذو كيسة كه قاضن ما يسو هل كأس يكون سوى شيء وكل بدي بكاعي يرعاري لكن دمي أركو ما لدي دول مرة بكو إيمان يا
golka culimada qaar waxay dhahdeen miyaan sidaa loo odhan karin, culimada qaarna waxay dhahdeen war waa maski toos ah ilaahay ba madaxaaga ka dhigaya baa la yiri, madax xoog ah ya raas ximaar ka dhigaya. Halka shuruudihi waxaynu kaga baxnay iqtidaa, shuruudul iqtidaa baynu ka baxnay. Haddaba bal suwarul iqtidaa aynu eegno waa sagaal suuro. Haddaad aragto dad istukinaya, dad istukinaya haddaad aragto, sagaal qaab bay istukintoodu u dhacdaa, sagaal nooc ayay istukinta dadkaasi u dhacdaa. Sagaalka nooc shan baa sax ah, shan ayaa sax ah, afarna waa baatil. Gabadhi ma ku tukin kartaa salaada? Gabadhi ma ku tukin kartaa salaada? Waa maya gabadhi ku tukin mayso, oo gabadhi inay ku tukiso laguma ogola. Waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala haddaba shanta suuro ee saxda ah. Kow waa nin tukinaya, nin tukinaya miyayna sax ahayn? Rag istukiya oo maynaan inagu rag istukiya ahayn, waa kow. Ka labaad waa nin gabadh tukinaya, nin gabadh tukinaya, gabadhu hadday maamuum noqoto ninku muuna tukin karayn, waa suuro labaad. Hadda walow ninkaasi haba yaraado ilme sabiyo mumayizaba ha ahaado, hooyadu inankeega ma tukin karta dee? Hooyadu ilmaheega yar ma tukin karta hooyo? Ina tuki bay odhanaysaa hadduu ahlu tamyiiz yahay, ina tuki bay odhanaysaa, laakiin inaa ku tukinaya meesha ma leega. Waa suurada labaad, waa sax iyaduna. Waa nin tukinaya iyo nin gabadh tukinaya. Waxaa jira haddaba khunse ma'muum ah oo uu nin tukinayo iyaduna waa sax, nin baa laakiin imaama yaa ma'muuma. Khunse khunse bal darajada ugu sarreysa ka soo qaad. Khunse wuxuu barhaa inuu nin noqdo iyo inuu gabadh noqdo, bal hadduu gabadh noqdo dee waa nin gabadh tukinayuu ka soo qaad, hadduu nin noqdona dee waa nin tukinayuu ka soo qaad. Waa suurada saddexaad. Suurada afraad waa khunse gabadh tukinaya, khunse gabadh tukinaya. Haddii khunse uu imaam noqdo ma'muumkuna ay gabadh tahay, waa sax iyaduna, waayo ma'muumkii waa gabadh caadiya, laakiin khunsuhu waa labeebka oo labada aalle ilaahay midna uma samaynin. Xudunta hoosteeda meel yaroo ah ayuu ka sii daayaa kaadida, labada aallena ilaahay midna uma samayn, ama labada aallaba waa lagu wada rikibay, labada aallaba waa wada caamilo oo way shaqaynayaan mid kastaaba. Waa khunse markaa mushkil, waa ka khatarta welibana. Khunse mushkile baa la yidhahdaa. Khunsaha haddaba mushkilka ah ee aan hayno hadduu gabadh tukiyo, bal waxaad ka soo qaadaa khunsaha darajadiisa u hoosaysa waa inuu maxay noqdo? Waa inuu dee gabadh gabadh tukisaa sax bay ahayd. Hadduu nin noqdona dee waa nin gabadh tukinaya sax bay iyaduna ahayd. Suurada u dambaysa ee shanaa, suurada shanaad waa gabadh gabadh tukinaysa, waa dumar dumar tukinaya. Shantaas suuraba waa sax, afar suuro ayaa baatil ah xagga istukinta oon la ogolayn. Waxa weeye nin yidhi gabadhay ina tuki, nin baa yidhi gabadhay ina tuki, aduu sheekhad baa tahay anna ma aqaano waxba, ina tuki buu yidhi, waxba kama jirto. Waa nin iyo gabadh istukinaya, gabadhaana imaama, waxba kama jirto. Ta labaad waa nin khunse ay tuki yidhi, arkhunse way tuki buu ninka yidhi. Haddaba khunsahani laba ixtimaalood buu lahayd, ixtimaalka liita ka soo qaad. Maxaa dhici karta inuu khunse noqdo gabadh? Dee gabadh nin tukisay baa ka dhalanaysa, waa laba. Suurada saddexaad waa gabadh khunse tukinaysa, hadday gabadhu tidhaana imaam noqonayo khunse way iga dambe adiga laguma garanaye, anaa lay garanayaa hadday tidhaa, waxba kama jiraa weeye. Gudwatu khunsa biimraatin, waayo khunsuhu laba darajuu beedhayaye, hadduu darajada adag qaato ka waran hadduu maxay noqdo? Hadduu khunsuhu nin noqdo waa nin ay gabadhi tukinayso, waa suurada saddexaad, waxba kama jiraan bay noqon. Ta afraad ee u dambaysa ee baatilkiihi waa laba khunso istukinaya, laba khunse isma tukin karaan, khunse khunse tukinaya lama ogola, waayo mid kastaaba laba darajuu leeyahay aswaa la soo qaadaya. Bal haddii mataqaanaa ka imaamka ah aynu halka hoose ka soo qaadno muxuu noqon karaa? Gabadh. Ka maamuumka ihina muxuu noqon karaa? Nin. Dee ka sare haddaan ka soo qaadna nin buu noqonaya. Khunsuna waa masaa'ilka ugu baadhista badan. Imaamu Shaafici 40 sanaan baadhayay buu yidhi. Masale khunsaha mushkilkii uu leeyahay 40 sana ayaan baadhayay buu yidhi. Waa khunsaha mushkilka, waa masaa'ilka ugu wareerka badan wey. Mararka qaar waxaa la eegaa marka la kala garan waayo warrata ninkan ayuu sheekadooda ka helaa. Yuurta sheekadooda kale, haddii iminka iskuul ay meeshu tahay oo rag iyo hablo ay wada dhigtaan, waxa la eegaa nusa saacaha cidu yara raaco. Ma xagga habluhu raacaa mise xagga ragu raacaa? Xagu raacaa. Eeg, waxa la eegaa marka la sheekaynayo yuu sheekadooda ka yara helaa. Hadduu hablaha ka yara helo, dee dadka isku jinsiga isaf yaqaana, isku noocaa isaf yaqaana,
haddu inamada ka hela sheekadoodana waa xaqan aad u badan tahay baa la oranaya ama dhinacu cidu yara weheshado ee waxa maylka la eegaya muyulka naftiisu cidu u yalbay waxyaabo badan baa la qiimeeya oo la oranayo war khuntahan sidaynu u garana oo warkiisa loo cadeeya faslun suwarul qudwati ku dayashada suuradaheegu 99 tasixu way asixi fi 5 shan jeer way asixi qudwati rajuli nin ku dayda bi rajuli nin way asixi waa laban inoo istukiya wa qudwati imra'atin gabadh ku dayata bi rajuli nin way asixi wa qudwati khuntha khuntha ku dayda bi rajuli nin way asixi wa qudwati imra'atin gabadh ku dayata bi khuntha khuntha way asixi wa qudwati imra'atin gabadh ku xidhata bi imra'atin gabadhna way asixi wa tabdulu way buraysa isku xirashadi fi 44 suura qudwati rajuli nin ku xidha bi imra'atin gabadh waa waxba kama jiraan وقدوتي الرجل نن كخدب خنثا خنثه وا وخبا كما جيران وقدوتي خنثا خنثه كخدب امراه غبد وا وخبا كما جيران وقدوتي خنثا خنثه كخدب خنثا خنثه كره اسنا وا وخبا كما جيران ان شاء الله تعالى عشر كيني هلكا ايو انوغو جوغيا والله سبحانه تعالى اعلى واعلم